أكد رئيس رائد القبة محمد فارس الصغير على قضية فحص المنشطات كانت إيجابية للاعب الفريق أسامة بن الأطرش في مواجهة اتحاد البليدة، لكن اللاعب يملك ملفا طبيا يرخص له تناول أدوية بعد إجرائه لعملية جراحية على مستوى الفك. شوف اللاعب كان أجرى عملية جراحية على الفك وخلاف جراح أسنان في تلمسان، احنا كان عندنا علم في شهر أكتوبر على أظن، ولكن لما داروا لي ليتاس على لونتي دوباج مقابلة البوليدة صبح اللي سيد اللي عنده لي زاناليز خرج بوزيتيف، اتصلنا بالطبيب تاعو اللي راهي بعث لنا الكونتروندي، بعث لنا الفورميلا تاع الرابعة تاع الاتحادية، وراح نقدمه غدوة المديرية التقنية في سيدي موسى ان شاء الله. هو يتناول واحد الدواء على الضرس تاعو. لا ما يكون والو، احنا متاكدين باللي الطفل انا على بالنا نهار دار الانترفونسيون على بالي كان غاب قبلها باسبوع وبعدها باسبوع نهار دار العملية. سيد عنده الوثائق تاعنا، درنا ملف البارح عند الطبيب هنا في الدير، لكن هما طلبوا من عند الطبيب الجراح اللي دار العملية. نو احنا السكرتير راح الاتحادية قالوا له كل شيء عند طبيب المديرية التقنية مش هذا مرجي اللي راح لعنده السكرتير، طلب من عنده الملف راح يكون غدوة عنده ان شاء الله على مستوى المديرية التقنية.